أهلا بكم متابعينا الكرام. شاهد علامة من علامات الساعة تظهر في السعودية ونحن عنها غافلون، ولكن فضلا وليس أمرا لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وأرض العرب المقصودة في كلام النبي هي شبه الجزيرة العربية التي تقع ضمن حزام الصحراء الممتد شمال خط الاستواء. وقد وصف المولى عز وجل بعض أرض العرب وصحراؤها حين قال في كتابه الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام، وهو وصف يدل على حالة الفقر والجفاف الذي تعيشه شبه الجزيرة العربية منذ عهد إبراهيم الخليل عليه السلام. وإذا كانت هذه هي السمات العامة لمعظم أراضي شبه الجزيرة العربية، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستصبح أرض مراع وأنهار في آخر الزمان؟ لا شك أن معنى الحديث غريب وعجيب يصعب على العقل فهمه أو تفسيره. والمعنى الظاهر للحديث أن صحراء شبه الجزيرة العربية ستغطيها المروج أي المراعي والأنهار في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وقوله حتى تعود يدل على أنها كانت كذلك في وقت سابق وأنها ستعود إلى حالتها الأولى، وأن طبيعتها الصحراوية الجافة هي حالة طارئة عليها. فالحديث في الواقع يتضمن حقيقة ونبوءة وإعجازا خبريا وآخر علميا. فالحقيقة أن شبه الجزيرة العربية كانت في الماضي أرضا ذات مراع وأنهار، ثم طرأت عليها الحالة الصحراوية الراهنة. والمعجزة الإخبارية أن الأنهار والمسطحات الخضراء ستعود ثانية إلى شبه الجزيرة العربية في آخر الزمان قبل قيام الساعة. وقد استغرق هذا الحديث 14 قرنا من الزمن لكي يفهم على هذا الوجه الصحيح. حدث ذلك بعد التقدم الهائل في علوم الجيولوجيا والتاريخ المناخي والفلك وغيرها، وبعد العديد من أعمال الحفر والتنقيب بصحراء شبه الجزيرة العربية والتي تثبت لغير المسلمين بما لا يدع مجالا للشك صدق النبي صلى الله عليه وسلم والإعجاز العلمي في هذا الحديث. وسنعرض لهذه الحقيقة العلمية التاريخية والأبحاث والاكتشافات التي تؤكدها، كما سنعرض الدلالات العلمية التي تقيم الحجة والبينة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة العلمية: شبه الجزيرة العربية في الماضي أرضا ذات مراعي وأنهار. تؤكد المكتشفات العلمية الحديثة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن شبه الجزيرة العربية لم تكن صحراء بالمعنى المتعارف عليه حاليا، بل كانت أرضا خضراء تتدفق فيها الأنهار وتترقرق في بعض نواحيها البحيرات الواسعة وتنهض فيما أصبح بادية بعد ذلك، مدن على حظ كبير من التقدم الزراعي والحرفي. شبه الجزيرة العربية في الماضي كان ذلك في مرحلة متقدمة من حقبة جيولوجية تعرف باسم الحقبة البليستونية. كما يقول علماء الجيولوجيا، يقسم العلماء التاريخ الجيولوجي للأرض إلى أزمنة وفقا للخصائص العامة للحياة في كل زمن، وينقسم كل زمن إلى عصور تبعا لأنواع وأشكال الحياة التي وجدت فيه، والتي تعرف من الحفريات التي ترسبت في طبقات الصخور التابعة لذلك العصر، والتي بدأت قبل أكثر من مليون سنة وانتهت منذ 10,000 سنة. وخلال هذه الحقبة من الزمن ساد الأرض مناخ بارد وغطت الكتل والمسطحات الجليدية الضخمة الأجزاء الشمالية من أوروبا وأمريكا الشمالية حتى وصل الجليد إلى شمال فرنسا فيما أطلق عليها العصور الجليدية، إلا أن الجليد كان يذوب خلال الفترات الأدفأ والتي عرفت باسم الفترات بين الجليدية، فتحسن الأحوال المناخية تحسنا كبير. وكان انتشار المسطحات الجليدية في الأجزاء الشمالية
أثناء العصور الجليدية يؤثر في مناخ الأرض، فيؤدي إلى زحزحة نطاق المطر إلى الجنوب، فتدخل شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى بشمال إفريقيا في نطاق الرياح الغربية الممطرة والتي تهب الآن على غرب أوروبا، فيؤكد ذلك إلى ازدهار تلك الصحراوات وامتلاؤها بالأنهار والوديان الخصبة. وفي فترات الدفء بين العصور الجليدية تتحرك نطق الأمطار إلى الشمال، فتصبح شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا ضمن نطاق الرياح التجارية، ويسودها مناخ مشابه لمناخها اليوم. وتستطيع تكنولوجيا التصوير الفضائي والاستشعار عن بعد إعطاء علماء الآثار فكرة عامة عن الأماكن التي عليهم أن ينقبوا فيها، وهذا ما حدث في أحد أشهر الأبحاث التي أجريت في صحراء مصر عام 1981، ففي مختبر المسح الأثري الأمريكي في أمريكا، بينما كان الباحثون يحللون جداول معطيات جمعتها أجهزة الرادار المركبة على متن مكوك الفضاء، أظهرت صور الرادار وجود منطقة تحت رمال صحراء جنوب مصر وشمال غرب السودان لا تهطل فيها الأمطار الآن إلا بمعدل مرة كل 50 سنة، ولكنها تحتوي على مجاري أنهار قديمة كبيرة بعضها أوسع من نهر النيل نفسه. يرى علماء التاريخ الطبيعي والجغرافيا التاريخية أن أنظمة نهرية تجمعت وتكونت في العصر الجيولوجي وكونت نهرا كبيرا أطلق عليه اسم النهر الليبي القديم. بعد ذلك بعدة أشهر أثبتت البعثات التي توجهت إلى المنطقة أن أشعة الرادار كانت قد اخترقت الرمال الجافة وانعكست على الأحجار الكاليسية الموجودة في قيعان الأنهار الجافة على عمق 2 متر من سطح الأرض. ووجد المنقبون عند شاطئان الأنهار التي حددها الرادار أصدافاً لأنواع من الحلزون البري الذي لا يمكنه العيش إلا في الأماكن الرطبة المبتلة وفي مناخ استوائي.